السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أداة كيشن نقدر نعمل حصر للمشروع ككل ويطلع في جدول بشكل منسق زي كده. هتلاقي حصر لكل العناصر اللي موجودة بالشكل دوت، كل حاجة موجود فيها الصورة بتاعتها والفام المستخدمة والتايب والكاونت والهاوس كيو اي دي الهوست الويتس الهاي الاريا بشكل احسن بكتير من لو انت طلعته بالحصر العادي في الريفيت. اجي هنا اقول له كالكوليشن بيلدينج، اختار الستاندرد اللي هنشتغل بيه. لو مش ظاهر عندك ممكن تقول له كالكوليشن سيتنج وتبدا تختار اني ستاندرد اللي انت هتشتغل بيه. ممكن تيجي هنا تغير، او في اكتر من حاجه تقدر تختار بينهم، وتيجي هنا تقول له سيلكشن ميثود، ممكن تقول له فلتر او سيلكت جرافيتي ان ذا بروجكت. الكاتيجوري ممكن نختار اي كاتيجوري او تشيل الحاجه اللي مش عايزها. انا مش عايز اعمل حصر للروف اوبننج، انا واثق ان مفيش روف اوبننج هنا مثلا، والسيلينج اوبننج مش موجودين في المشروع دوت، خلاص اشيلهم بحيث يوفر وقت لما يعمل اكسبورت. الليفل عايز انت كل الليفل ولا تقدر تستثني ليفلات من هنا زي ما انت عايز؟ ممكن تكون في اصلا ليفلات مش موجوده. طيب انت عايز تعمل اكسبورت فورمات كاكسل ولا سي اس في؟ الاكسبورت تمبليت، لو في اكتر من تمبليت تقدر تختار منه. عايز تحط الصور ولا لا؟ وبعد كده بتقول له كالكوليت فبيبدأ يعمل حصر. هتلاقي ان هو اوتوماتيك حط لي تاجات للحاجات المعمولة حصر في قلب الملف بالشكل دوت. ممكن بعد كده اقول له فيو اديت ريزولت، وبعد كده اجي اختار اي عنصر من العناصر بيبدا يديني كل المعلومات اللي انا عايزها. ممكن اعلم على اي واحد فيهم وادخل جوه الخصائص بتاعته واضيف مثلا زي رو جديد. ممكن لو في حاجه انت مش عايزها تخرج معاك في الحصر فتقول له اجنور. طيب لو انا عندي مثلا شباك زي دوت تقدر تعمل سيلكت عليه وتقول له وريني الاليمنت الهوست اليمنت، يعني الحيطه اللي موجوده فيها الشباك دوت، فبيبدأ يعمل لي عليها سيلكت بالشكل دوت. ده السامري الملخص بقى للحصر دوت، فبيقول لي كل المعلومات اهيت، العدد بتاعها الاريا الفوليوم الانر والاوتر، بيبدأ يجيب لي كل المعلومات اللي انا عايزها اللي هتصدر معايا في جدول الاكسل دوت.